صباح الخير عليك ويوم سعيد جديد على كل مشاهدينا وطبعا على كل زمايلنا في الاستوديو. يوم سعيد عليك ويا رب. احنا كمان لسه بنكمل معاكم فقراتنا اللي بدأناها امبارح والاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، اللي طبعا يعني في عيد الشرطة او ذكرى يعني هذا العيد شهد تضحية من ابنائنا وجنودنا من الشرطة المصرية علشان سلامة وطننا مصر وسلامة كل مواطن مصري. بالتأكيد اذا كان الاحتفال بعيد الشرطة بيكون في أيام معينة 25 يناير، والاحتفال من يعني الدولة بحفلات واحتفالات بيكون موجودة، ولكن الاحتفال بعيد الشرطة هيكون كل يوم مع كل يوم مصر بيكون فيه بأمان. طبعا كل التحية بنكررها تاني لكل رجالة الشرطة، وربنا يوفقهم يا رب دايما يقوموا بمهمتهم واحنا معاهم كمدنيين كلنا كشعب مصري. صباح الفل عليك يا علا. صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدينا. طبعا اشراقة يوم جديد هنا في يوم سعيد بنبداه معاكم بفقرات كتيره ومتنوعه، وتاكيد زي ما قال احمد بنستمر معاكم في الاحتفال بذكرى يعني اعمال جليله لضباط الشرطه من سنين كتيره. احنا النهارده بنحتفل باليوم او بالذكرى ال 72، وبالتأكيد يعني الاحتفالية امبارح كانت جميلة ومشرفة وسعدنا بيها للغاية، وبنستمر معاكم في الاحتفال النهاردة وانتوا في أجازة، واحنا يعني هنحاول النهاردة نقدم لكم فقرات متنوعة. لكن كلمات الرئيس السيسي امبارح كانت موجهة بالشكر والتحية والامتنان لضباط الشرطة على تضحياتهم. يعني صحيح، يعني خلينا كمان نستعين بكلمات الرئيس تحديدا والجمل اللي استخدمها. الرئيس قال بأن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن كل أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط شرف الوطن وبطولاته. وقال كمان السيد الرئيس عن تضحيات الشهداء خلال الاحتفال بذكرى 72 لعيد الشرطة، قال إنها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعا مسؤولية كبرى، ونقابل كرم الشهداء بكرم تضحياتهم ونحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة. بالتأكيد، وزي ما شفنا كمان يعني اهتمام من الرئيس السيسي أثناء تكريم عدد من أسر من زوجات الشهداء، حتى زي ما احنا معانا على الشاشة قد إيه حريص على أنه يطبطب على الأطفال الصغيرين ويتكلم مع الأمهات والأهالي في ما يحتاجونه من أي شيء إن كان مساعدات أو غيره، وبالتالي بيبين قد إيه قدر احترام وتبجيل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتضحيات هؤلاء الأبطال اللي أفنوا حياتهم من أجل أمن واستقرار هذا الوطن. الحقيقة كمان إن إحنا كمواطنين زي أنت بقى ما كنت بتقول علينا دور مهم جدا، وطبعا الدور اللي إحنا بنقدر عليه كلنا إن إحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتكون هي المنبر اللي إحنا بنعبر بيه عن رأينا أو امتناننا أو شكرنا لقطاع مهم جدا من قطاعات الدولة، وهو الشرطة المصرية لما ننعم بيه من أمن وأمان. فكان في هاشتاج مهم جدا عن عيد الشرطة، كل الناس وجهته لرجال الشرطة لشكرهم والاحتفال بيهم بذكرى ال 72 عام على تضحياتهم اللي بنقدرها وبنحترمها. وكمان الحقيقة يعني وانت جاي الصبح حتى كده وانت شايف العربيات واقفة بتأمن الطريق طول الليل وبتطمنك ان انت وانت ماشي لا قدر الله لو حصل اي مشكله او اي حاجه هم في ظهرك، هم معاك، هم موجودين. وبالتالي يعني احنا بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله دايما معانا ودايما بتقوموا بمهمتكم الوطنيه. زي برضو ما قال الرئيس السيسي ان الوطن هذه الايام بيمر بظروف صعبه اقليميا، وبالتالي امن وامان الوطن مسؤولية، وأمن وأمان مصر مسؤولية على الصغير والكبير، وأي حاجة تهون إلا بلدنا مصر. طبعا يعني جزئية مهمة جدا اتكلمتي فيها يا علا، ان مسألة ان دايما رجال الشرطة لما بتقابليهم موجودين في الشوارع وبيقوموا بواجبهم، مش بس عملية التأمين، ممكن فعلا اي مشكلة زي ما قلت بيتعرض لها مواطن، حصل حاجة في عربيته او مزبوط. حصل حاجة في وسيلة مواصلات، فبتلاقي الدعم على طول وبيحس يعني هنا بقى مش بالامان، لا بيحس على طول ان حد في ظهره.
يعني موجود وهيتم التدارك المشكلة بسرعة. وقد إيه هم مهتمين بمسؤوليتهم ومهتمين إن هم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، يعني صحيح. ما بينتظرش مثلا يجيله بلاغ إن في عربية عطلانة، هو شايفها عطلانة خلاص بيتعامل مع الموقف على طول يعني. طبعا، والدوريات موجودة على فكرة كمان في كل الشوارع زي ما كلنا بنشوف. نروح للترند الثاني اللي كان برضو في الصدارة، وهو عن افتتاح معرض الكتاب ودورته 55. طبعا هنا كمان يعني بنوجه رسالة لكل العائلات، فرصة خدوا أولادكم وافصلوا شوية عن الموبايلات والألعاب الإلكترونية، شجعوا الأولاد على حب القراءة. طبعا الدولة بتهتم جدا بالموضوع، وبيكون الاحتفال يا علا زي ما احنا عارفين او الافتتاح بيكون في يوم بيكون بشكل رسمي، واليوم الثاني بيكون مفتوح للجمهور اللي هو ان شاء الله النهاردة. ولكن امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي بتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شعار النسخة دي يا علا في حد ذاته: نصنع المعرفة نصوني الكلمة. فاكر لما كنا بنتكلم امبارح وكنا لسه بنتكلم قد ايه ثقافه والقوى الناعمه بتاثر على الشعوب، ففكره نصنع المعرفه ونصون الكلمه هنا على ارض مصر تفرق. اصل احنا من ايام الفراعنه واحنا عندنا القراءه والكتابه شيء طبعاً مهم جدا، وعندنا تمثال عظيم الكاتب القاعد ومن ايام الفراعنه، فاحنا اول من اخترع الورق يعني ورق البرزي للكتابه وتدوين المعلومات الهامه والتاريخ، وبالتالي احنا يعني مصر وبكل فخر وبكل اعتزاز لحضارتنا القديمه واستمرارها الى الان هي صانعه لتراث ثقافي وارث ثقافي كبير، وعندنا كتاب وأدباء ويعني شعراء كتبهم ومؤلفاتهم ترجمت لعدد كبير من اللغات العالمية، وبالتالي احنا واصلين للعالمية، وكفاية علينا كمان جائزة نوبل للأديب العالمي نجيب محفوظ يعني. يكفي يعني. طبعا المعرض احنا بندعو الكل، واحنا ان شاء الله لما يكون في وقت فعلا متاح ان شاء الله هنكون موجودين هناك. في مفاجآت على فكرة يا جماعة، يعني احنا عرفنا ان هيكون في مفاجآت في النسخة دي من المعرض، ان شاء الله مش عايزين نحرقها. طبعا فعاليات معنا المعرض في الحلقات هيكون معانا كمان فقرات متنوعة عن المعرض، وهنديكوا خطط للتنزه فيه والاستمتاع بكل يعني أروقته وكل دور النشر وكل الصالات العرض اللي موجودة فيه اللي عددها كبير، ويمكن هنقوله لكم دلوقتي، لكن هيكون معانا على مدار الحلقات خلال أيام المعرض تعملوا إيه لما تروحوا وتستمتعوا إزاي وتشتروا إيه وإيه الحاجات الترند اللي جوه المعرض. هيبقى معانا خريطة يعني مفصلة للمعرض. المعرض طبعا خلاص احنا بنتكلم هيبدأ، ولكن هيستمر لحد يوم 6 فبراير الجاي في مركز مصر للمعارض الدولية. وزي ما وضحنا امبارح حتى كنا اتكلمنا في الموضوع ده، الخطوط موجودة، خطوط السير موجودة، اي حد يقدر ان هو يتعرف عليها، يعرف ازاي يروح لمعرض الكتاب من كل مكان. ف كل شيء جاهز وكل شيء متاح ومسهل. طبعا يعني بالنسبة لافتتاح فعاليات المعرض امبارح حضر عدد كبير من الكتاب والوزراء والسفراء وعدد من المبدعين والكتاب والإعلاميين، وكمان يعني سفيرة دولة النرويج كنا اتكلمنا، وكان عندنا فقرة كنت انت يا علا كمان اللي كنا بنستعرضها، النرويج كضيف شرف للنسخة. وعندهم حاجات الحالية حلوة جدا للأطفال وللشباب وللكبار، يعني ضيف شرف المعرض السنة دي زي ما عرضنا لكم في الحلقة اللي قدمناها، يعني عندهم فعاليات مهمة جدا للأطفال كونوا حريصين عليها، وهم مقسمين ال 12 يوم 6 أيام للكبار و 6 أيام للأطفال الصغيرين، بقى بالكتب بالفعاليات بالندوات بكل حاجة يعني. فممكن هم مميزين جدا مميزين جدا في أدب الأطفال، عشان كده بنقول يعني خدوا ولادكم، لان فعلا هيكون في انشطه كويسه جدا وندوات وورش عمل وامور يعني عروض مسرحيه. في اطفال اصلا بتستنى معرض الكتاب لان هي يعني بتبقى محوشه من فلوسها مصروفها، وبتنتظر هذا الموعد لان باباها ومامتها ياخدوهم ويروحوا ويستمتعوا بشراء الكتب الثقافيه والكتب الروايات، وخاصه ان الاطفال دلوقتي عندهم كده مجموعه من الدوريات نقدر نقول يعني اللي بتتكلم عن الحياة اليومية لشخصيات بعينها بيروحوا يجيبوها بالظبط. وكمان عندنا
طفرة في كتابة أدب الأطفال. الحقيقة في الموسم ده أعتقد هيكون في أكتر من كتاب للأطفال متنوعين ومميزين، وأنا واحدة من الناس اللي كنت بنتظر الحقيقة معرض الكتاب كل سنة علشان أشتري الكتب اللي أنا نفسي فيها، وباخد طبعا فوق المصروف والله. وحتى الآن حتى الآن كتب الأطفال، أنا بحب كتب الأطفال ورسولات ورسومات اللي هي قصص، عارفة؟ علاء الدين بقى والحاجات دي. على فكرة مشارك هيكون موجود، يعني الإصدارات دي بكل دورياتها هتكون موجودة إن شاء الله. كده يعني حاولنا إن احنا نستعرض معاكم ترندات بشكل سريع، ونشوف الفقرات بتاعتنا هتكون إن شاء الله عاملة إزاي، ولكن هنتكلم في ده كله بالتفاصيل ونرجع لكم، ويومكم سعيد إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. لونج ويك اند، او يعني اجازه طويله كده في اخر الاسبوع، خميس جمعه سبت، استمتعوا بيها. والنهارده هنقول لكم حظكم طبعا يعني ايه في الاجازه، علشان لو ناويين تخرجوا او تعملوا اي شيء تبقوا متفائلين كده، ودايما خليكم على تفاؤل وامل ان اليوم ان شاء الله يكون سعيد لما تبداوا معنا هنا على قناه المحور في يوم سعيد. خلونا نروح لخبيره الابراج سونيا الحبال، نرحب بيها. صباح الخير ويوم حضرتك سعيد. صباح الورد، صباح يوم سعيد، كل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة دايما يا رب. بحرك طيبة فعلا. نبدأ ببرج الحمل، النهاردة أخباره إيه؟ الأبراج بتقوله إيه؟ يلا نبتدي برج الحمل عشان أستاذ أحمد بيهتم جدا بأول برج الحمل. الحمل اليوم متردد بين أمرين، احذر اختياراتك جيدا. أما برج الثور النهاردة إن شاء الله ما تبقاش اختياراته زي الأغنية ما بتقول. أيوة. أما برج الثور اليوم أنت أمام شخص مخادع قادر على إقناعك، مش مخادع بس، ده ممكن يقنعك كويس، فأرجوك انتبه يا برج الثور اليوم. برج الجوزاء، الجوزاء أمامك تحديات وعراقيل أمام هدفك، إياك والاستسلام. السرطان. أما السرطان عقبات مالية في طريقها للحل، يا رب دايما يا رب. أما الأسد اليوم ستتغلب على مخاوفك، أنت في موقف قوة، اطمئن، بطاقة القوة مع الأسد النهاردة إن شاء الله. أما العذراء فرصة قوية تأتيك اليوم وتحسن من أوضاعك. أما برج الميزان احذر من المخادعين أو اللصوص، ودي هو في مخادعين ليه النهاردة كتير؟ الثور والميزان في مش عارف، أنا داخلين على إجازة خلي بالنا بقى. أما العقرب تمر بفترة قلق وتعب وإجهاد، اعتني بنفسك اليوم. ليه بس كده يا ولد؟ بص احنا قلنا أي طاقة سلبية بنعتبرها إنذار أو إشارة، زي ما أكون بقول لك خلي بالك وأنت داخل الطريق ده في مثلا حفرة كبيرة أو في حاجة، فاحنا بنقول عشان نقول إنذار، ما بنقولش إن ده تمام، خلي بالنا. أوكي. القوس هناك اليوم من يهديك السعادة والفرح أو حاجة كويسة أهو. أما الجدي اليوم، الجدي دي بطاقة عاطفية قوي، اليوم قد تجدين وتجد شريك أحلامك. طبعا للطرفين. أما الدلو استسلامك ليس هو الحل، عليك بالمواجهة. أما الحوت اكتشاف حقائق اليوم كنت تبحث عنها من فترة. طيب يعني أستاذة سونيا، احنا هنا بنشوف كل برج، هل بتفرق يعني رسالة البرج النهاردة اللي بنتكلم عنها من راجل لست؟ بتفرق من السماء؟ هل بتفرق زي مثلا ما يقول ان فلان الفلاني ده اول برج الجدي، ده اخر برج الثور، يعني وهكذا، يعني هل بيختلف برضو من الراجل للست؟ لا، هو التوقعات ما بتختلفش من راجل للست، ولكن تمام. التوقعات يعني مثلا ما بقول مثلا برج الحمل تردد بين امرين، قد يكون امرين عند حد مثلا اختيار بين شخصين مثلا في عمل هتعمل شراكه مع ده او مع ده، او مثلا تردد بين اختيار في الارتباط، او تردد في اشتغل في المكان ده ولا المكان ده، هو 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 التوقع واحد، ولكن الاختيارات هي اللي بتختلف من شخص لاخر. تمام. لكن ما بتفرقش لا بين الراجل والست، 30 واحد، يعني ما بقول ستجد شريك حياه، الراجل اكيد هيلاقي فتاه احلامه، والمراه هتلاقي شريك احلامها.
احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا وعلى تفاؤلك دايما وعباراتك الجميلة اللي يعني بتدي طاقة إيجابية لمشاهدينا في يوم سعيد دايما. منورانا أستاذة سونيا الحبال، شكرا جزيلا لحضرتك ويوم حضرتك سعيد. هنروح لفقرتنا المهمة الحقيقة النهاردة وهي الطقس، لأن محتاجين نعرف الجو أخباره إيه النهاردة، لأن كان في شبورة شوية كده للي يعني هيكونوا نازلين ومش أجازة النهاردة، أو نازلين إن هم يعملوا مشاورهم وكده يستغلوا الأجازة. نروح لفترة الفقرة الطقس ونشوف الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إن حالة الطقس درجات الحرارة النهاردة طبعاً في 25 يناير في 2024، وقالت بخصوص الأحوال الجوية المتوقعة إن هيسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، والصقيع هيتكون على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد. نشوف بقى حالة الطقس بالتفصيل أكتر مع دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعد ما نشوف درجات الحرارة المتوقعة لليوم على محافظات مصر. نروح ليها ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. أكيد إن بيشغلنا في هذه الأجواء الباردة بعض الشيء المتابعة لحالة الطقس، خصوصا إن إحنا في أجازة وممكن ناخد الأطفال وننزل نستمتع بوقتنا، خاصة كمان إن إحنا كنا لسه بندعوكوا لزيارة معرض الكتاب، وبالتالي في خروجات كتير بقى. إحنا معانا النهاردة كمان عدد من الحاجات اللي هنقول لكم تروحوها غير معرض الكتاب. دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، صباح الخير ويوم حضرتك سعيد. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. طمنينا على حاله الجو النهارده، خاصه ان كان في الصباح الباكر في شبوره مائيه كده يعني بنسبه مش كبيره، لكن اكيد حضرتك عندك المعلومات الاقوى والاكثر. هو طبعا احنا بدانا نشعر بانخفاض قيم درجات الحراره، انخفاض قيم درجات الحراره، بدات قيم درجات الحراره كمان تعود للمعدلات الشتويه المعتاده المستهدفه الوقت من العام، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا قادم من جنوب أوروبا، الكتل دي بتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، كمان هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يمكن المنخفض ده هيتعمق بشكل كبير، هيجعل في سحب منخفضة ومتوسطة هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فهيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة وزيادة فرص وكميات الأمطار اليوم، لأن اليوم يمكن احنا معانا أمطار بالأمس لكن كمياتها كانت أقل في بعض المحافظات الساحلية، اليوم الأمطار هتكون أمطار متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مطروح، الأسكندرية، شمال الوجه البحري زي البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، ومع فترات المساء الأمطار هتزيد وتتقدم للمحافظات الداخلية وتكون أمطار خفيفة المتوسطة على محافظات مدن القناة، جنوب الوجه البحري، وقد تصل كمان أمطار خفيفة المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترة المساء، تمتد أمطار خفيفة أيضا لبعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد. فاليوم هيكون فيه أمطار متفاوتة الشدة بتختلف كميتها من محافظة لمحافظة، أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار هي المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط مع استمرار طبعا انخفاض القاهرة. هتوصل لها أمطار النهاردة ولا غير متوقع؟
لا، متوقع انه يوصل امطار على القاهره الكبرى خلال فتره المساء، يعني مع دخولنا في فتره بعد الظهيره وبعد فترات العصر كده هتبدا الامطار على القاهره الكبرى تكون موجوده، وامطار كميتها ما بين الخفيف للمتوسط في اغلب المناطق القاهره والقليوبيه والجيزه، وهتوصل كمان لمحافظات شمال الصعيد لكن بكميات اقل، امطار خفيفه. هيكون كمان النهارده في نشاط نسبي للرياح يحسسنا اكتر بالبروده وانخفاض قيم درجات الحراره، مثير لبعض الرمال والاتربه في محافظات الصعيد الاقصر واسوان، ممكن الاتربه والرمال المثاره تبقى موجوده عندهم بسبب نشاط للرياح. وناكد ان الامطار مكمله معانا على الاقل لمنتصف الاسبوع اللي جاي، يعني احنا فرص الامطار المختلفه من محافظه لمحافظه مكمل معانا على الاقل لحد يوم الثلاث اللي جاي. هيكون كمان الاسبوع اللي جاي في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، بس امطار مستمره في نسبه التوسط، يعني امطار متوسطه مش غزيره ولا كثيفه. يعني هي كمياتها تختلف من يوم للتاني، يعني بعض الايام خفيف المتوسط، بعض الايام متوسط، بعض الايام الاخرى ممكن تزيد، فهي تختلف من يوم للتاني. فعشان كده احنا هنقول دايما ان احنا نتابع النشرات الجويه يوميا نعرف اماكن وكميات الامطار، لان في بعض الاماكن مش هيكون عليها بكره، ممكن يبقى اليوم الثاني عليها امطار، فنتابع النشره الجايه عشان نعرف اماكن سقوط الامطار من يوم للتاني. مهم كمان ان احنا الملابس، خاصه لو احنا هنخرج بقى فترات الصباح الباكر او هنرجع فترات الليل المتاخر، لان بالليل يا دكتوره منار درجات القيم درجات الحراره منخفضه لستة وثمانية حتى في محافظات الصعيد يعني، وبالتالي لازم ناخد بالنا وحذرنا. هل ممكن تنخفض اكتر من كده في الايام المقبله ولا لا مستقره على هذه القيم؟ في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ممكن تنخفض، يعني ممكن تنخفض لاقل من يعني توصل لخمسه وسته درجه مئويه في محافظات الصعيد، اقل من خمس درجات في وسط سيناء ومحافظه الوادي الجديد. القاهره الكبرى نفسها هتنخفض فيها قيم درجات الحراره الصغرى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع يوم الاحد والاثنين. عشان كده احنا هناكد ان لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس، خاصه كمان ان الاماكن المفتوحه والمدن الجديده، الاماكن اللي هي ظهير صحراوي بتحس بالبروده اكتر من المحافظات او المناطق الداخليه، فلازم ناخد بالنا من كده. مهم جدا اللي بنقول ان احنا هنروح معرض الكتاب، ناخد بالنا ويكون معانا حاجه تقيله بحيث واحنا راجعين ان شاء الله نكون مطمنين. بالفعل طبعا اكيد لازم الملابس الشتويه ثقيله، فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر في المحافظات المعنيه اكتر بسقوط الامطار، المحافظات الساحليه مع الامطار تكون القياده بهدوء تام، بالاضافه كمان ان احنا لازم تكون نبتعد عن اعمده الاناره تشكل الكهرباء، الواح العادات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، لان كميات الامطار في المحافظات الساحليه مش قليله بالنسبه للمحافظات الساحليه. تمام. طيب بالنسبة لحركة البحار أو بالنسبة لمستويات البحر، بحيث برضو ممكن الناس اللي هتروح أجازة ممكن يعني يروحوا على الشط أو حاجة رغم البرد وكده؟ هو طبعا بالنسبة للبحر المتوسط هو بالفعل اليوم هيكون مضطرب، ارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 3 متر، البحر المتوسط هيكون غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. بالنسبة للبحر الأحمر هو معتدل لمضطرب، ارتفاع أمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، هنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر لان داخل عمق البحر الاحمر هيكون فيه ارتفاع امواج، لكن البحر المتوسط اليوم تحديدا هيكون غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. نشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه على معلومات حضرتك وعلى طمانتك لينا باستمرار على حاله الطقس والجو. اما برضو احنا بنحاول نطمن نفسنا على صحتنا وعلى يبقى معانا معلومه كده لطيفه تقول لنا ممكن نعمل ايه في الاجواء البارده دي وازاي نحافظ على صحتنا. الليمون طبعا من الحاجات المتوفره معانا على مدار السنه ومن العصاير اللي كتير مننا بيفضلها علشان احتوائه على فيتامين سي، وطبعا فيتامين سي موجود في الليمون وفي تقريبا كل الفواكه الشتويه، البرتقال واليوسفي والجوافه والفراوله، فكل الحاجات دي فيها فيتامين سي، وبالتالي يعني الليمون لما بنضيفه لمشروباتنا او للاكلات اللي بناكلها بيدي طعم لطيف وكمان بيقوي المناعه وبيساعدنا على تنقيه الجسم من السموم. هنعرف خمس فوائد مذهله للليمون في معلومه تهمك دلوقتي على شاشتنا.
وبما اننا قلنا ان الليمون لما بنضيفه على الاكلات والمشروبات بيزود القيمه الغذائيه وبيدينا يعني مناعه لجسمنا، فبالتاكيد يعني حتى طبق الفول كده ما بنعصر عليه نص ليمونه كده ولا ليمونه كامله للناس اللي بتحب الليمون، حاجه عظمه جدا يعني، وجبه جميله يعني. وانا شخصيا بحب الليمون على الفول جدا. خلينا بقى نقول حاجه بصراحه والله اي حاجه اي حاجه ليمون ليمون يعني على احمدين. هنروح لفقره المطبخ ونفطر ايه النهارده ونشوف معانا ليمون في الفقره ولا لا، لكن باي الاحوال بعد الاغنيه دي هنروح لفقره المطبخ هنشوف هيعمل لنا ايه. انا يعني منتظره الفطار النهارده جدا، عايزه افكار جديده، وده بالتاكيد بيحصل معانا دايما في يوم سعيد. هنطلع لفاصل غنائي ونرجع نكمل معاكم. بالتأكيد زي ما دايما بنفكركم وبنقول لكم في يوم سعيد ان وجبه الفطار وجبه مهمه جدا، وخصوصا النهارده بقى اجازه، فبدل ما هي يوم الجمعه بس حضرتك هتقومي دلوقتي تشوفي يوم سعيد وتشوفي الشيف احلام زكي بتعمل لنا ايه وتحضريها كده وصفه جميله لطيفه للولاد وتستمتعوا بوقت جميل. ويا سلام لو في البلكونه كده تقعدوا في الشمس الجميله دلوقتي وتفطروا، يبقى اكيد يوم سعيد عليكم. ويا سلام لو فيها ليمون، واكيد اكيد في كل الوصفات بيبقى جزء كبير منها. هنشوف بقى يعني استاذه احلام زكي عامله لنا ايه النهارده، الى جانب طبعا ان هي هتقترح علينا وجبه للغدا وتسهل علينا اجابه السؤال اليومي، هنتغدى ايه النهارده. صباح الفل عليكم، يوم جديد وصفات جديده، وزي ما وعدناكم قبل كده اننا هنعمل وصفات مختلفه من الجرانولا. النهارده هنعمل جرانولا بالشوكولاته وجوز الهند. المكونات بتاعتنا شوفان، جوز هند، شوكولاته مبشوره او شوكليت شيبس، وزبده وعسل. ده الاساس بتاعنا اللي بنستعمله في كل الجرانولا بتاعتنا. هنحط زي ما عملنا المره اللي فاتت الزبده والعسل على النار يدوبوا مع بعض، وبعد كده هنخلطهم بباقي المكونات. المقادير هتنزل لكم بالظبط على الشاشه، وطبعا مش محتاجه اقول انه تلتزم بالمقادير عشان الوصفه تطلع زي ما هي. كل ما كنا بنعمل حلويات والتزمنا بالمقادير اكتر النتيجه بتطلع زي ما بتشوفوها على التلفزيون. هنخلط الزبده والعسل مع بعض، وفي الوقت ده هنحط شوفان وجوز الهند. ولما الزبدة والعسل بتاعنا يدوبوا هناخدهم ونحطهم على المكونات دي مع بعض. والجرانولا دي بقى عشان بيبقى فيها شوكولاتة بتكون مناسبة جدا للأطفال وبيحبوها أكتر، يعني نادرا ما هتلاقوا أطفال هتحب تاكل شوفان أو جرانولا، بس أوعدكم لو جربوا الوصفة دي هيعجبوهم. نخلط المكونات كويس لحد ما نتأكد انه العسل والزبدة اتشربوا كل الشوفان. وزي ما عملنا المرة اللي فاتت هناخدها وندخلها في الفرن. ده الصاج اللي هندخلها فيه. نوزعها كويس عشان كلها تاخد نفس التسوية ومفيش حتة تستوي أكتر من التانية أو حتة تتحرق. ريحة الجوز هند والشوفان مع بعض تحفة، مش قادرة أوصف لكم قد إيه حلوة. وهناخد الصينية الحلوة دي وهندخلها الفرن على درجة حرارة 108، هتقعد من 15 ل 20 دقيقة. نولع الفرن بتاعنا. ولما تكون جاهزة هنشوفها مع بعض. ف
في الوقت ده نعمل مع بعض العصير بتاعنا. النهارده هنعمل عصير حليب بالموز بالشوكولاته، ده لطيف جدا جدا اكتر من الحليب بالموز العادي. هنحط المكونات بتاعتنا في خلاط لبن ساقع، ولكل كوباية لبن حبتين موز، وهنحط عليه كاكاو. يفضل نستعمل كاكاو يكون الدارك مش الكاكاو المحلى. مش هنحط كاكاو كتير عشان ما يمررش، مجرد معلقة كبيرة. وزي ما قلت لكم المقادير هتنزل مع بعض على الشاشة. وهنحط شوية عسل، والعسل ده حسب الرغبة، يعني الكمية انتوا اللي بتحددوها. لو عاوزينه من غير خالص برضو عادي، ولو عاوزين تحلوه بسكر ستيفيا ممكن. وبس كده هنخلط المكونات دي كلها مع بعض. بسم الله، ونقفل الخلاط ده عشان ما بنثقش فيه. وخلاص كده العصير بتاعنا جاهز. نجيب الكوباية اللي هنقدم فيها، عاوزين تحطوا تلج، عاوزين تحطوا صوص شوكولاتة على الوش، عايزين تحطوا للأولاد كريمة، الطريقة اللي تحبوا بيها. بس أنا وعدكم إن هو كده لوحده مش محتاج أي حاجة. الجرانولا بتاعتنا دلوقتي جاهزة، هنخرجها من الفرن. مش قادرة أوصف لكم حلاوتها، لونها ممتاز وريحتها تحفة. وهي سخنة كده بقى هنقوم حاطين عليها الشوكولاتة. خلينا نحط شوية هنا وشوية وقت التقديم، وهنحط كمان الكاكاو عشان ما ينفعش نعمل جرانولا بالشوكولاتة من غير كاكاو وشوكولاتة. نمكس الخليط ده كله مع بعض. وخلاص الجرانولا بتاعتنا جاهزة للتقديم. ممكن نقدمها مع زبادي، ممكن نقدمها مع عسل، ممكن نقدمها مع أي فواكه تحبوها. أنا بفضلها مع موز أو تفاح وزبادي يوناني. خلاص هنشيل الصينية دي من هنا ونحط على الوش شوية شوكولاتة. وبكده يكون الصنفين اللي هنعملهم النهاردة مع بعض جاهزين. عملنا مع بعض موز بالحليب والشوكولاتة، وعملنا جرانولا بالجوز هند والشوكولاتة. أتمنى الفطار بتاع النهاردة يكون عجبكم. وعشان طول الوقت ستات البيوت بيحتاروا وما يعرفوش يعملوا أكل إيه، والتفكير في الأكل الأصعب من عمل الأكل نفسه، فهنزل لكم النهاردة فكرة للغدا تجربوها وبإذن الله تعجبكم. أشوفكم على خيرة الله الحلقة الجاية إن شاء الله. بعد ما شفنا نفطر ايه وعرفنا كمان يعني اقتراح في الغداء، وطبعا يا علا ان شاء الله انا مصمم ان الناس يعني مع الغداء يعملوا ليمون
عصير ليمون كده بعد الغداء هيبقى كويس جدا، حتى هيهضم تقلي بيهضم معرفش يعني بس هي هو ظريف وفيتامين سي زي ما قلنا لكم في معلومه تهمك فاكيد. لا ما من ضمن يعني المعلومات حل. رقم 6 هما كانوا 5 رقم 6 رقم 6 احمد اضافها ودلوقتي حالا على الهواء في دراسه علميه هو اجراها حالا يعني ان هو بيهضم الاكل. خلينا نروح دلوقتي معادنا مع الفقره الرياضيه دي بتهضم اكتر بقى يعني بعد كده ممارسه يعني الرياضه بالتاكيد لما اكل وامارس رياضه شويه هيكون فت هيكون انشط. ونروح لنشاطنا اللي بنعمله كل يوم مع الكابتن مسلم عمر نشوف هيقدم لنا ايه ونرجع لكم مره ثانيه في يوم سعيد. صباح الخير صباح الامل صباح النشاط صباح الصحه واهلا بكم وحلقه جديده على قناه المحور في برنامج يوم سعيد. ركزوا بقى معايا في اللي هي المرحله الخفيفه من التمرين، تمرين رقم 3 ده تمرين سهل جدا بس لازم نعرف النواحي التعليمية بتاعته. 1 بنزل برتكز على الأرض زي ما انتوا شايفين، رقم 2 بفرد رجل التانية رجل التانية وأقوم تاني أفوق زي ما انتوا شايفين كده. تاني 1 2 3 وقف تاني. طيب نعرض بقى اللي هو الجزء اللي هو المتوسط منه. 1 2 3 هوب من الجنب. 1 2 3 هوب. 1 2 3 هوب. وعايزك تعرف ان انت اللياقه البدنيه دي مسؤوليتك مش مسؤوليه حد تاني، يعني انت لازم تعمل حركه باستمرار وتعمل تمارين صحيحه. وزي ما انت عارف ان كل حاجه قاعده فاحنا عمالين التمارين دي قاعده اساسيه قبل ما ننطلق في عالم الرياضه او عالم الحركه. فالتمارين دي سهله جدا تتعمل في اي مكان تتعمل باي شكل بس بشرط انك تفهمها. نخش على المرحله المتقدمه من التمرين بتاعنا وهي 1 2 هوب. 1 2 3 4 وبكده بقى احنا شفنا الثلاث مراحل الخفيف المتوسط المرحله العاليه للتمرين. ما تعملش مرحله ما تناسبكش، لازم تشتغل واحده واحده. شوفوا معايا الجزء الخفيف من التمرين ده عامل ازاي. برتكز برجع بس الظهر لورا وبنزل تاني وابص فوق. 1 2 3 4. عايز اقول لكم مش متخيلين قد ايه ظهري الوقت مرتاح جدا جدا وحاسس براحه في منطقه الوسط مش عاديه وانا بعمل بس المستوى اللي هو الخفيف من التمرين. طبعا في اللي هي المرحله اللي اعلى شويه بصوا عليها كده وركزوا. 1 2 3 4 5 كده يبقى عرضنا لكم مجموعه الفلور اكسرسايز التمارين الارضيه في الحلقه اللي فاتت والحلقه دي علشان نبقى عرفنا الخطوات التعليميه والنواحي الفنيه للتمارين دي لانها مهمه جدا جدا. لان زي ما حضراتكم عارفين انا عشان ابني مبنى قوي لازم اعمله قاعده اساسيه قويه والتمرينات اللي احنا بنحطها دي ليه حاطينها بالشكل ده علشان خاطر ان احنا نقوي الجسم خطوه خطوه واحده واحده علشان نقدر ننمو بيه ونقدر نعمل مهارات حركيه متقدمه. اشكركم جدا واشوفكم بكره في حلقه جديده ويومكم سعيد. يومكم سعيد ودايما كله نشاط وحيويه. وزي ما كان كابتن مسلم عمر بيقول دلوقتي الناس اللي بتبدا ولسه بتتعلم تعمل رياضه خفيفه معايا تاخد الحركات واحده واحده وخطوه خطوه علشان ما يحصلش مشاكل في الجسم لحد ما تبقى قادر انك تعمل الحركه بعدد عدات اكتر وتقدر تتقدم في الحركات وتقدر تعمل حاجات صعبه بالظبط علشان ما يحصلش بقى لا شد عضل ولا مزق ولا الحاجات اللي بنسمع عنها للناس اللي بتلعب رياضه في الاول ديت. بالراحه يعني تتابعوا تعليمات كابتن مسلم عمر معانا في يوم سعيد هتعرفوا تعملوا الحركات الرياضيه ازاي ويكون عندكم نشاط وحيويه. فاصل ونرجع نكمل معاكم يوم سعيد. النهارده يوم مش عادي. احنا معاكم في يوم سعيد دايما بنحاول على قد ما نقدر ان الحاجات او الفقرات اللي تكون معانا تكون هدفها اسعادكم ونشر البهجه والسعاده والفرحه ما بيننا وما بين بعض وما بينكم وما بين اسركم اصدقائكم واهلكم. بما ان النهارده اجازه وبنبدا بيها اجازه اخر الاسبوع وكلنا عندنا كده نشاط وحيويه وقاعدين بتتفرجوا علينا فاحنا قررنا ان احنا نتكلم معاكم عن ازاي ممكن نخلي هرمون السعاده عندنا كبير ونقدر ننشطه ونخليه يطغى على أي حاجة تانية ممكن تسبب لنا حزن أو
بعد الشر نوصل لحالات الاكتئاب. وعشان كده احنا معانا ضيفنا النهارده دكتور ريمون ميشيل ثابت، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري، هيكلمنا على ازاي ممكن الاشياء اللي حوالينا بتاثر علينا وتخلينا واحنا في مود سعاده عالي قوي نرجع نزعل ونكشر. ازاي ممكن نكون مبسوطين طول الوقت برغم ان احيانا بيبقى في بعض المناغصات، بعض المشكلات، الولاد ما عملوش الهوم وورك، بابا ما جابش الطلبات اللي المفروض يجيبها وهو راجع، فلازم نبعت على الواتساب ونفكر، والحاجات اللطيفه اللي بتحصل في بيوتنا المصريه. صباح الخير. صباح الخير. يوم حضرتك سعيد يا دكتور. الله يخليك. يومك سعيد يا فندم. الله يخليك. لو اتكلمنا كده في البدايه لتبسيط المشاعر الانسانيه من فرحة وبهجة وسعادة وسرور، الكلام الحلو ده كل واحد منه ليه درجة من درجات السعادة جوانا وفي مخنا، وبتترجم على أساس المعطيات اللي أنا بديها لمخي ولا بتترجم على أساس إيه؟ هو أنا الحقيقة في البداية أنا عايز أوضح للناس مفهوم السعادة، لأن في بعض الناس عندها لغط وعندها مفهوم مغلوط عن السعادة وبيخلطوا السعادة بأمور تانية مشابهة، فما بقاش عارف أنا فرحان ولا مش فرحان. فبداية يعني أنا عايز الناس تعرف يعني إيه سعادة. تمام. في البداية السعادة العلم قال لنا إن في مواد كيميائية بتفرز في المخ عند الشعور بالسعادة، ودي حاجة مثبتة ومفيش يعني كلام عليها أو مفيش أقاويل، دي حاجة مثبتة بالفعل. في بعض النواقل العصبية والهرمونات مسؤولة عن سعادة الإنسان. كل ما الإنسان بيكون سعيد الهرمونات دي بتكون نشطة وفي مستوى عالي، وكل ما يكون في حالة حزن دي بتبتدي تقل. لكن يعني إذا أنا لما يعني أعمل حاجة تزود الهرمونات دي فأكون سعيد. بالظبط كده. تمام، عشان بس احنا هنحتاج الكلام. يعني حضرتك تقصد هنا برضو ان في فرق بين الفرحه والسرور والبهجه والسعاده، صح؟ كل دي مصطلحات بتوصل للسعاده. وده اللي انا عايز اوصله في البدايه، ان السعاده يعني العلماء على مر العصور ما اجمعوش على مفهوم او مصطلح واحد. في يعني اغنيه سعادة شهيره بتقول لك قول لي يا صاحب السعاده هو ايه معنى السعاده، يعني صاحب السعاده نفسه مش عارف ايه معنى السعاده. وده هيفضل سؤال ازلي ابدي يعني، ولكن احنا هنحاول النهارده نبسط الموضوع بقدر الامكان للمشاهدين عشان يقدروا يستفيدوا من حلقه النهارده اللي بنتكلم فيها عن السعاده. زمان سالوا ارسطو وهو كان مفكر من عظماء المفكرين، قالوا له يعني ايه سعاده؟ فجاوب وقال لهم السعاده ببساطه هي الالتزام بالفضيله. كل فضيلة تقدر تلتزم بيها هي مسبب أساسي أو رئيسي من مسببات السعادة. لو عندك حب لغيرك هتكون سعيد، لو عندك طول أناة هتكون سعيد، لو عندك عطاء هتكون سعيد، لو عندك صفة الاحترام لذاتك وللآخرين هتكون سعيد. وجاء بعد كده يزكي التعريف ده بعض من العلماء التانيين، يقولك السعادة هي شعور دفين، وناخد بالنا بقى من النقطة دي عشان فيها كلام مهم محتاج الناس تعرفه. هو شعور دفين داخلي ممزوج. يعني ايه؟ هي مجموعة مشاعر مختلطة لكن الإنسان بيحسها غير منظورة ولكن أشعر بأثرها. يعني ايه؟ يعني أنا لما يكون عندي زي ما كنت بقول من شوية صفة الحب، الحب ده حاجة غير منظورة ولكن أنا أشعر بيه. لما يكون عندي صفة السلام مع الآخرين، لما يكون عندي راحة بال وراحة فكر، كل الأمور الجميلة دي وكل المشاعر الإيجابية دي تتلخص أو تجتمع معا في تكوين مفهوم السعادة. ده باختصار عشان نقدر نقول للناس يعني إيه سعادة. طيب أنا أنشط جوايا الحاجات الدفينة دي ازاي؟ يعني إذا أنا في أشياء ساعات بتدخل كده وأنا بذاكر مع الولاد مش فاهمين، وأنا في الطريق كان زحمة، عملت كذا مشوار وراجعة تعبانة وخلاص دماغي بقى ما بقتش يعني تمام، أنشط هرمون السعادة ازاي؟ في دراسات بتقول أكل شوكولاتة أو أشرب فنجان قهوة أو أخرج مع الأصدقاء، يعني في حاجات كتير. الكلام ده صحيح ولا كلام يعني وقتي، سعادة وقتية أو انبساط وقتي أو فرحة وقتية؟ هو يعني أخد من كلام حضرتك لمعلومة محتاج الناس تعرفها وهي مشتقات السعادة. السعادة ليست كلمة مطلقة وإنما لها مشتقات.
اعرف افرق ما بين اللذه الوقتيه وما بين السعاده الحقيقيه، لان في فرق كبير ما بينهم. النقط اللي حضرتك قلتيها دي هي فعلا بتنشط هرمون ولكن غير هرمون السعاده. احنا عندنا في هرمونين ممكن يكون عندنا يعني لخبطه فيهم. احب يعني ببساطه كده اوضح الفرق. في هرمون اسمه هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده يتقال عليه كده ان هو هرمون اللذه الوقتيه قصيره الامد. يعني انا شربت فنجان قهوه، انا اتفرجت على فيلم بحبه، انا اشتريت حاجه نفسي فيها، كل ده بينشط الهرمون ده واسمه هرمون الدوبامين لبعض السويعات القليله اللي هو في وجوده. يعني طول ما هو موجود انا هبقى في الحاله دي، لكن على مدى زمني محدد، على مدى زمني محدد. ونقطه ثانيه برضو، يعني عشان انا عايز الناس تبروز الجمله دي، كل ما هو مادي كل ما هو وقتي. صح، دي بقى نقطه عشان نعرف الفرق ما بين السعاده. حضرتك نرجع لكلام حضرتك اللي من يعني دقائق قليله جدا، ان لو الواحد عنده سلام داخلي وسلام مع الاخرين هو في قمه السعاده، لو عنده راحه البال فهو في قمه السعاده، هو لو يملك الحمد والرضا هو في قمه السعاده، هو لو بيحب الناس وبيحب نفسه هو في قمه السعاده. صحيح. يعني ده ملخص السعاده زي ما حضرتك قلت. صحيح. وانا برضو يعني اقسم السعاده الحقيقيه لشقين، في حاجه اسمها شعور داخلي وفي حاجه اسمها لذه روحانيه، دي برضو تخص السعاده بدرجه كبيره، والعلم برضو يعني قسمها لنا لجزئيتين عشان نعرف مسبب السعاده الحقيقي. لذه روحانيه و وشعور داخلي. شعور داخلي بمجموعه القيم اللي احنا بنتعلمها في حياتنا تكون قيم ايجابيه. لو انا قابلت حد بحبه بتنشط جوايا مجموعه من المشاعر، هي مشاعر الحب ومشاعر الود ومشاعر الرحمه، الحاجات دي كلها تنشط السعاده عندي على المدى الطويل. اذا ده مسبب، هو مسبب رئيسي للسعاده. بالظبط كده. النقطه الثانيه وهي اللذه الروحانيه، انا لما اصلي، لما اجي اصلي وانا مهموم بحس بعد ما صليت ان انا في هم كده، كان كانت في حاجه كبيره حمل انا شايله والحمل ده وقع. الحاجات دي بتفضل مستمره معايا لوقت زمني طويل، ودي اللي بتسبب السعاده الحقيقيه. فانا عايز الناس تفرق ما بين ان انا هقتني حاجه، ما بين ان انا هاكل شوكولاته، ما بين ان انا هعمل اي حاجه انا شايفها بعيني، وما بين حاجه غير منظوره وغير ملموسه. اذا الحاجه الماديه دي ليها وقتها، بزوالها خلاص السبب اللي كانت بتاديه خلاص. يعني دي قاعده السعاده، دي قاعده كده نقولها عشان في بعض الناس بتفضل تدور على السعاده في طريق اللذه، عاوز يمشي على طول ياكل شوكولاته يعني، وعلى طول يشرب قهوه. لا مع ربنا بقى عشان هيتخن ومش هيروح بقى لدكاتره التغذيه، الموضوع هيكبر كتير منه يعني. ومش هيوصل اللي هو عايزه بالظبط. هو يا زي ما حضرتك قلت، فكره الاتجاه للجانب الروحاني هو اكتر بيغذي النفس البشريه فبيخليها تشعر بالسعاده والرضا يعني. طيب في احيان كتير الواحد بيحس ان هو مبسوط ووصل لمرحلة انه حتى مش عارف يعبر عن سعادته وانبساطه، وقد يكون لاسترجاع ذكريات او لشيء حاصل حاليا، انه قابل حد من الاصدقاء القدام، انه قعد مع او في موقف ما اسعده يعني. ايه اللي يخلي الذكريات هي جزء كبير من سعادتنا؟ هل ده برضو موضوع وقتي ولا لا؟ انا هي الذكريات دايما بترتبط في المخ بالسعادة الحقيقية وليست الوقتية، ولكن الذكريات الأليمة قد تسبب بعض الاضطرابات النفسية. فعشان كده في حاجة اسمها مدخلات حسية، يعني كويس أن حضرتك أثرتي النقطة دي عشان أخلي الناس تاخد بالها من النقطة دي عشان مهمة جدا. في حاجة اسمها مدخلات حسية يومية، أي حاجة بتشوفها كل يوم هتأثر على سلوكك، أي حاجة بتقراها كل يوم هتأثر على سلوكك، أي حاجة بتسمعها، أي حاجة بتلمسها هتأثر على سلوكك. دي كلها اسمها مدخلات حسية. فالمفروض أنا أنقي الحاجات اللي أنا عايز أدخلها لعقلي عشان يحصل فيه فلترة، والمعلومة دي تفضل معلومة ثابتة، لأن إذا أواظب عليها بالظبط كده مستمرة معي. وكلمة إنسان
بتيجي حتى في المصطلحات كده من مشتقة من كلمة نسيان، إنسان تيجي من نسيان، فالإنسان بطبعه أنه هو بينسى، ولكن بيحاول يخزن الذكريات الجيدة علشان لما يجي في وقت يحتاج ينشط السعادة يلاقي الذكريات دي. أو مش يسمع أغنية طبيعته سلبي، لا ما أنا لسه هقول لك، هو بيسمع أغنية يسمع أغنية كئيبة وحزينة كده، فيقعد بقى يسترجع كل يوقف ده إزاي. أصل إحنا ساعات ساعات النوم كمان يا دكتور، تلاقي بقى إيه العقل الباطن خرج لك كل الأشياء السلبية اللي مرت على تاريخ شريط حياتك كله، عملت فلاش باك لليوم كله، اليوم كله والايام اللي قبلها، فما تعرفش تنام. وفي نفس الوقت حتى لو انت مبسوط وداخل تنام وانت مبسوط وسعيد كده ومستمتع بيومك، الذكريات الاليمه ديت بتضايقك، ان مثلا مفيش حد مننا ما فقدش شخص عزيز عليه، مفيش حد مننا ما عندوش هموم ومشاكل يوميه وحياتيه. ازاي اوقف التفكير؟ ازاي افصل دماغي واقدر يعني أبقى مبسوط وسعيد حتى لما أجي أنام، أو أبدأ يومي برضو في بداية اليوم وأنا مبسوط وسعيد؟ لأن واحد لما بينام مهموم بيقوم مهموم برضو. بالضبط كده، صحيح. هي في معلومة كده تقول إن التفاؤل وجهة نظر. ألاقي شخص بيقول لي الحياة قاسية والظروف صعبة فأنا محبط، أقول له أنت محق. واحد تاني يقول لي الحياة قاسية والظروف صعبة وعندي ألم بمر بيه في حياتي، ولكن أنا هستخدم سلاح التفاؤل وسلاح الأمل عشان أكون أقوى من الظروف. أقول له برضو إذن قناعات ما بين واحد لتاني. بالضبط كده. أقول له برضو أنت محق، فأنت نتاج ما تفكر فيه. جزء إن أنا أحاول أطرد الأفكار السلبية، هي كانت في دراسة كده بتقول التدفق المعلوماتي السلبي 1 إلى 3. هقول لكم يعني إيه. الدراسة دي من الحاجات برضو المثبتة يعني اللي العقل يستغرب لها. لما تيجي تسمع خبر سلبي علشان تمحوه من ذاكرتك لازم تسمع 3 أخبار إيجابية في المقابل. فأنت لو جيت سمعت خبر سلبي وخبر إيجابي، اللي هيفضل عالق في ذهنك هو الخبر السلبي. الدراسات تقول لنا كده علشان تشيل أثره لازم تسمع 3 أخبار إيجابية. محتاجين كده 2 قصاد الواحد عشان يبقوا 3 على 1. بالضبط كده. فإحنا قدامنا اختيارين. إما تمنع الأخبار السلبية دي إن هي تتدفق لعقلك بشكل مستمر، وإما تحصن نفسك. يعني صعب برضو، الحياة مليئة بالأشياء اللي يعني اللي بتأثر علينا بشكل أو بآخر، وبالتالي صعب إن أنا أوقف مخي عن التفكير في شيء يأرقه أو يتعبه أو يخليه مش مبسوط. هو مستحيل إن أنا أخلي الفكرة ما تجيش، لكن أنا بتدرب إن الفكرة ما تقفش. لا لا. فالنقطة دي مهمة جدا. طيب أتدرب إزاي؟ لا قبل ما أتدرب إزاي؟ طب ما هنتدرب وأرجع لحاجة تانية، اللي هو يعني حد بشوفه بكون سعيد وبينتفي السبب لو ما حصلش، بس أعمل إيه لو مضطر أشوفه كل يوم؟ مش بشاور على فكره يعني، ترجع مضطر يشوفني كل يوم. هو يعني اول ما بيشوفني بيبقى يوم سعيد جدا، محدش يفهم احمد غلط. لا حتى بيبقى يوم سعيد. نوت انا اهو خلاص، لا خلاص خلاص يعني خلاص، اللي في القلب في القلب. هو انا هتكلم بمنطلق عام طبعا، ان الانسان في 3 أمور ممكن يتعايش فيهم او يتعامل فيهم مع النقطه دي. لو انا مثلا بقابل حد كل يوم، انا هتكلم مثلا بشكل ان لو انا بقابل حد بحبه فكده كده انا هكون شخص سعيد وانا مش عندي مشكله. طب لو انا بقابل حد كل يوم انا مضطر ان انا قابله، ولكن انا مش قابله شخصيا لاي سبب من الاسباب، او عايز ابقى سعيد يعني مش عايز اكتئب، او عايز ابقى سعيد وهو يعني في بعض الاشخاص كده في العلاقات السامه، ان انا شخص قدامي انا بشوفه، يعني في ناس تقول لي الشخص ده بس هو موجود في المكان نقل طاقه سلبيه لكل اللي قاعدين، هو بدون كلام رايح. او بدون اعمل ايه معاه كله رايح. فعلا في شخصيات زي كده، وللاسف هي بتؤثر على الشخص الضعيف وذو النفسيه الضعيفه. طب اعمل ايه يا دكتور؟ اعمل ايه لو الشخص ده انا معاه على طول؟ اعمل ايه؟ انا عندي 3 حاجات ممكن اعملهم. تمام، لازم هنقي منهم واحده هعملها ان شاء الله. اول حاجه ان انا اعالج المشكله بان انا لو ينفع ما اكونش موجود في المكان ده اتصرف فورا ان انا ما اكونش موجود. ده اختيار من الاختيارات، احد التعامل معي. الاختيار التاني ان انا اتاقلم مع وجوده، ان هو وجوده ما يضايقنيش.
التعايش. ودي بتبقى حاجه زي التعايش، ودي ليها مهارات على فكره حياتيه. الانسان بيتدرب على التعايش مع المشكلات اللي مش قادر يغيرها، زي الانسان اللي اختار شريك حياه غلط، فده من الاختيارات الصعبه. يعني ده قدامي طول الوقت، ده مش شغل وهروح فهستريح، ده قدامي طول الوقت، اللي حصل اخترته واللي حصل حصل. فاحنا بنعمل حاجه اسمها انت مش هتقدر تغير، فتتكيف او تتاقلم. النقطه الثالثه ان انت اللي تتغير، مش هو ولا الظروف، لكن انت شخصيا اللي أتغير تتغير. اتغير ابقى ايه؟ ابقى كئيب زيه؟ لا مش عايزه. لا مش هو ده التغير اكيد المقصود، لكن انا اتغير ان انا اكون فوق ده، مش بتكيف معاه بس، لكن انا بكون شخص بعمل حاجه اسمها سلوك معاكس. يعني لو الشخص ده بينقل روح سلبيه للمكان وبينقل يعني كآبه او حزن او غيره، انا يعني اقدر لو انا عندي قوه الاراده ان انا بتغير علشان اكون بنقل سلوك معاكس، انا اعلي عليه بقى بالظبط كده. يعني فاحنا ثلاث حاجات من الاختيارات دي، ان ما قدرتش اختار ما بينهم انا في الاخر اللي بتضر وانا في الاخر بتاذي. يعني فمهم جدا ناخد بالنا من النقطه دي. طيب هو انا ينفع اتمرن على السعاده؟ يعني وقبل يعني فكره انه اتمرن ومرن اللي حواليا انهم يكونوا سعداء، يعني من كام يوم كده كان في احتفال باليوم العالمي للاحضان او حاجه شبه كده، ان في شخص لقى انه لما يعني بيفتقد لوجود حد بيحتضنه، ان شاء الله بالعبارات الطيبه، يعني مش شرط الحضن اللي هو الحضن الفيزيكال يعني، الا انه فدعا لليوم ده ان الناس تتكاتف جنب بعضها وتكون مع بعض. هل الأحضان والكلمات الطيبة ما بين الأشخاص وبعضها دي بتساعد على خلق نوع من أنواع السعادة المستمرة ما بين الناس وبعضهم، وما بين مثلا الأب والأم والأولاد والأجداد والأحفاد والأسر بشكل عام؟ بكل تأكيد الكلام ده صحيح. يعني أحد الدراسات كانت تقول إن الابن عشان يكون سوي نفسيا مثلا لازم الوالدين يحضنوه 16 حضن يوميا، فدي من الدراسات اللي كانت موجودة بالنسبة للموضوع. كمان يعني التلامس الجسدي الحنون بيفرز كده هرمون من هرمونات، بقى مننا نتكلم على هرمونات السعادة، اسمه الأكسيتوسين. ده اسمه هرمون المودة والرحمة. ده بيتفرز عن طريق العلاقات الحميمة، إن حد قريب مني، حد بيطبطب عليا، حد بيقول لي كلمة حنونة، الهرمون ده بيتفرز على طول وبيفضل تأثيره في الجسم على المدى الطويل. الناس بتتلكك عشان تدور على أي حاجة تسعدها وعلى أي حاجة تزود السعادة. صح. فأكتر حاجة ممكن تسبب السعادة طبعا إن احنا بنبتدي نهتم بحاجات صغيرة ولكن نعملها بشكل متكرر، مش على فترات بعيدة، لكن السعادة بتبتدي من تغيرات بسيطة جدا ولكن بشكل متكرر. والاعتياد على الشيء ده يخليه مستمر معاك، يعني لو انت شيء طويل بتقول كلام لطيف فهتتعود تقول كلام لطيف، فانت اللي قصادك هيبادلك نفس الكلام ويقول لك كلام لطيف، فاحنا الاثنين نبقى سعداء. بالظبط كده. ويعني هل في موسيقى معينه دكتور، علشان احنا عندنا فقره عن الموضوع، في موسيقى او مزيكا معينه كده ممكن تريح اعصابي تخليني سعيد؟ هو يعني ده جزء من بنستخدمه ساعات في العلاج النفسي، اسمه العلاج بالفن. من انواع الفنون هي الرسم والموسيقى تندرج تحتها، ان انا ساعات وهي بتعمل هدوء للاعصاب. ولكن هي مش بتعالج اضطراب. يعني هي انا ممكن يتخرج ستريس مثلا او حاجه. بالظبط. او انا بسترخي. انا يعني في عندنا جلسات بنستخدمها في العلاج النفسي، هي جلسات التامل الواعي، جلسات اسمها التامل الواعي. ممكن حد يسمع موسيقى معينه ويبتدي يتخيل مشهد معين ويبتدي يتخيل نفسه جواه كانه واقع. ده جلسات اسمها جلسات التامل الواعي، من الحاجات اللي بتخلي الانسان تحس ان هي راحت في عالم تاني مش موجوده فيه. محاكاه. احنا دكتور ريمون ان شاء الله هنعمل مع حضرتك جلسه من الجلسات دي على الهواء في حلقه تانية. تنورنا وتشرفنا. ونعمل فيها جلسه لعقلنا الواعي، ازاي نكون اكثر سعاده واشراقه في ايامنا كلها يا رب، ودايما ايام حضرتك سعيده. دكتور ريمون شرفنا النهارده، ميشيل ثابت استشاري الصحه النفسيه ويعني الخبير الاسري في العلاقات الاسريه، شكرا جزيلا لحضرتك. يومك سعيد ان شاء الله. شكرا. شكرا.
اما دلوقتي هناخدكم لمكان ممكن يبسطكم ويسعدكم وتروحوا وتتبسطوا فيه ويعني وتكونوا فيه كده مبسوطين وسعداء وتستمتعوا بوقتكم، خاصه ان احنا عندنا زي ما قلنا اجازه 3 ايام الى جانب اجازه نص السنه، ونقسم كده وقتنا وناخد ولادنا ونروح لاماكن حلوه، متحف البريد من المتاحف المصريه الجميله الموجوده في منطقه العتبه واللي انشئ سنه 1886 بقرار من الملك فؤاد، وتم تجديده سنه 89، مليء بتاريخ عريق للبوسطه المصريه. هتلاقوا الطوابع، وكان في ناس معرفش بقى دلوقتي موجودين ولا لا، كان زمان في ناس بتحب تجمع الطوابع علشان الجوابات اللي بتروح من مكان لمكان، وكان الجواب ده ليه قيمه كده وليه حس غير طبعا دلوقتي واتساب وتليجرام وفيسبوك والحاجات دي. فيعني كل ده غير حياتنا، لكن لا زال البريد والجواب حتى لو جاي لك من البنك بمديونيه مش برصيد بتتبسط بيه. هنطلع لفاصل نشوف تقرير البريد المصري ومتحف البريد المصري ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد. في وسط الزحام في منطقة العتبة يقع متحف البريد المصري اللي بيحكي عظمة تاريخ البوسطة المصرية. متحف البريد بيوثق الفترة التاريخية اللي بمر بيها البريد على مر العصور. فمتحف البريد أنشئ سنة 1931، لكن افتتح سنة 1940 أيام الملك فاروق. المتحف فيه ال 15 قاعة، أول قاعة قاعة المراسلات اللي هي إيه؟ بيوريك اللي هو المراسلات على مر العصور في الوقت ده في كل العصور. نيجي لقاعة الطوابع اللي هي أفرق التجارب، دي كانت من أهم الأفرق اللي كانت بتستخدم في الوقت ده، دي اللي هي مش للبيع، دي البروف. فبنوريكم إزاي اللي هو في الوقت ده أول ما اتعملت كانت حتى اسمها بارة. وهنا تم إنشاء أول مكتب للبريد سنة 1886. أول مكتب بريد اتعمل هنا في العتبة، كان دور واحد بس، الخديوي إسماعيل ده كان صاحب الفضل، فهو تحويل البوسطة الأوروبية لبوسطة مصرية، فقدر الخديوي إسماعيل هو يشتري البوسطة الأوروبية ويحولها لبوسطة مصرية، فكان لازم حد يدير الكيان الكبير ده كله، فاستعان بأحد الشركاء اللي هو جاكو موتسي بيك اللي قدر ان هو يقعد 11 سنة يدير مصلحة البريد ويوصلها لمكانة عالية جدا من وسط الدول العالم كله. من العصر الفرعوني للروماني مرورا بالقبطي والإسلامي، بيحكي التاريخ ان ساعي البريد المصري اتطور على مر العصور واتطورت معاه وسائل نقله وادواته. من اهم القاعات اللي موجوده في المتحف هي القاعه دي قاعه رجل البريد. عندنا من محتويات القاعه الزي بتاع ساعي البريد او رجل البريد، هو كان بيستلم طقمين في الصيف وطقمين في الشتاء، ودي بدله لرجل من سنه 1934، وطبعا الزي كان بيختلف مع مرور السنين، ما بيفضلش زي ما هو. عندنا كمان صوره حقيقيه لساعي بريد كان بيوصل الخطابات، الشنط الجلد اللي كان ساعي البريد بيستلمها الصبح من الصندوق كعهدة علشان يروح بيها الصناديق بتاعة البريد ويبدأ يحط الخطابات اللي موجودة في الصندوق في الشنطة الجلد. من أهم المقتنيات اللي عندنا في المتحف هو مكتب موتسي بيك. ليه مكتب موتسي بيك هو من أهم المقتنيات اللي عندنا في المتحف؟ زمان لما الخديوي اسماعيل اشترى البوسطة سنة 1865 كان من الناس اللي محتكرة توصيل الخطابات والجوابات والبريد في مصر كانت شركة إيطالية كبيرة، كان أحد الشركاء الإيطاليين مدير اسمه موتسي بيك. الشريك الإيطالي ده الخديوي اسماعيل لما اشترى البوسطة سنة 1865 اشترط عليه يفضل مدير لمصلحتنا 10 سنين عشان ينقل لنا الخبرة. القاعة دي اسمها قاعة 40 سنة طوابع من 1937 ل 1977. ال 40 سنة دول كل إصدار نزل فيهم للطوابع موجود نموذج منه في القاعة دي. ومن أهم المقتنيات اللي موجودة عندنا مش بس في القاعة دي، في المتحف عموما كله، هي لوحة الطوابع. اللوحة دي مكونة من 13440 طابع كلهم من نفس الطابع اللي عليه رسمة الأهرامات وأبو الهول زي ما احنا شايفين.
لغة من اللغات اللي مفيش حد يختلف عليها، المزيكا والصوت الجميل، الأنغام الحلوة اللي تاخدك لعالم تاني وتوديك في حتة بعيد عن أي ضغوط أو ستريس زي ما كنا بنتكلم في الفقرة اللي فاتت، تخلي هرمون السعادة في أعلى درجاته الحقيقة. كمان لما تكون على آلة من الآلات الوترية اللي بتلمس أوتار القلب تاخدك برضو في حتة تانية بعيد كده وتخليك تنسجم زي ما كنا مع موسيقى الموسيقار الأجيال عبد الوهاب، طبعا محمد عبد الوهاب اللي أمتعنا بفنه الكبير واللي أمتعنا بيها كمان ضيفنا النهاردة في فقرتنا اللي هنسمع منه مزيكا مختلفة ونسمع منه كلام كمان عن الفن والآلات الموسيقية. أستاذ عمرو درويش صباح الخير ويوم حضرتك سعيد. صباح الفل عليك يا فندم. صباح النور يا حبيبي. استاذ عمرو لو بدانا كده بالبدايات، كلنا مرينا على آلات موسيقيه، الناس اللي بتحب تعزف وليها يعني تاريخ بقى، غير طبعا حضرتك بروفيشنال دلوقتي، لكن في البدايه كنت هاوي غاوي تعزف مزيكا. ايه اول ما زلت يعني وما زلت طبعا بتعامل مع الكمانجة مش باحترافيه لا باحترافيه، بس قصدي انه الحته الهوايه بتاعت اللي انت متحمس دايما وتحبها، مش مجرد هي شغلانه او بتعمل حاجه بتخليك تكمل اكتر بشكل ابداعي. بالظبط. بيبقى دايما عندك حته الفريش بتاعت انك الشغف. الشغف. بدات بالكمانجا ولا بدات باي اله؟ يعني هو طبعا الاول كان في اورج في البيت كده صغير، وبعدين في مدرس جه في المدرسه جديد قال وانا كان عمي بيعزف كمانجا الله يرحمه، بقى عندنا في البيت ساعات شبابي، فجي مدرس دوت وقال مين عاوز تعمل كمانجا، رحت رافع ايدي. حركه لا اراديه راحت اخذت، هي حصل كليك يعني. انا عارف الكمانجا وشفتها عندنا في البيت، والراجل قال مين عاوز تعمل كمانجا، انا بشوفها بقى انا عاوز اجرب يعني عاوز اجربه هي عندي. الحقيقه انه يعني بعدها بعد الوقت ده وبعد ما بدانا بقى نتعلم ونلعب حاجات مش عارف ايه، يعني حصل كونتاكت بينا كبير جدا جدا. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي 13 سنه. وفاكر اول حاجه عزفتها على الكمانجا؟ انا فاكر طبعا هو عزفت حاجات يعني عاديه جدا، بس فاكر اول اغنيه عزفتها قدام المدرسه. كنت برضو جمهور في نفس كان السنه اللي بعدها على طول، 14 سنه. يعني يا دوب سنه بتتمرن عليها. بالظبط. كانت اغنيه لسه فاكر بتاعت ام كلثوم. طبعا وعزفتها قدام يعني المدرسه كلها. وقتها وقتها حسيت ان ده الطريق اللي انت هتمشي فيه بقيت حياتك، ولا لسه لا انا بعزف كحد عنده شغف عنده هواية، يا تكبر معاه يا تختفي زي كتير مننا هوايته تلاشت مع الايام؟ يعني ما كنتش محدد طبعا، بس حصل ستوب كبيرة جدا في وانا في ثانوية عامة، كنت بقى خلاص بقى بقيت بعزف وبعزف هنا وهنا وبعمل حفلات يعني مع ناس يعني. وبعدين جه بقى المفترق الطرق اللي هو بعد ثانوية عامة، طب هعمل ايه؟ وكانت خناقة بيني وبين بابا ان هو اللي كان عاوزني ابقى تدرس مزيكا؟ ادرس مزيكا. ده باباك ده راجل جميل، لان معظم الاهالي يقولوا لهم لا اتعلموا حاجة تانية. وبعدين انا البيت كله فنانين، فنون جميلة، كلنا فنون جميلة، انا وبابا وماما واخويا. فهو كان شايف ان هو زي ما هو وهو صغير كان بيحب الرسم ودخل فنون جميله وبقى استاذ ودكتور ومش عارف ايه، قال لي انت هتخش المزيكا تدرس اللي انت بتحبه وهتنبغ فيه سهل. بس انا كنت شايف وجهه نظر ثانيه الحقيقه، يعني كنت كانت حاسس. وجهه نظرك ايه بقى ساعتها؟ كانت وجهه نظري وما زلت يعني عندها، ولحد دلوقتي الحمد لله ان الواحد يعني انها دي حاجه حصلت فعلا. انا كنت شايف ان المزيكا لو بقت حياتي بس ممكن ما احبهاش بعد كده او افقد الشغف زي ما قلت لك. يعني دلوقتي لحد دلوقتي محتفظ بالشغف ده اللي هو ابعد عن المزيكا. هو دايما المبدع والفنان لازم تفضل عنده منطقه الشغف صاحيه ومصحصحه ومستمر، لانه لو فقدها هو هيبقى تقليدي مش هيبقى مبدع. بالظبط. انا كنت خايف ساعتها انه لو بقى ده شغلي الوحيد
هبقى ممكن ما بقاش حابب الموضوع زي ما انت ما حبيتش انها تكون وظيفه في المستقبل. مش لا مش عاوزها، ما كنتش حابب انها تكون وظيفه في المستقبل. طب ما ناخد بريك كده من الكلام لان مشوار حضرتك طبعا جميل ومميز وكله مراحل تستحق الحديث عنها، لكن هتسمعنا ايه كده في الاول؟ قلبي دليلي. يلا بينا. يا سلام. قبل ما اشوفه كنا نكمل طبعا يعني، بس ده طبعا لقيصارة الغناء الراحلة ليلى مراد، صوت الجميل ومزيكا اجمل الحقيقة، واداء طبعا يعني ما حدش يختلف عليه. بتحب تعزف قديم ولا جديد اكتر؟ طبعا بحب اعزف قديم اكتر. طبعا هو ايه الجديد يعني؟ هو الجديد دلوقتي كله حاجات جمل موسيقيه بسيطه جدا، الاغاني السريعه جمله وبتكرر واعاده توزيع فما يعني ما بيبقاش فيها فرصه قوي انك تعمل الابداع اللي انت نفسك فيه او تلعب اللي نفسك فيه. طبعا الجمل القديمه طبعا غنيه جدا بالجمل الموسيقيه الطويله والالحان الصعبه اللي محتاجه تتعلمها فيها مجال الاستعراض، فيها مجال الاستعراض، فيها مجال كمان استمتاع، انت بتستمتع. الالحان نفسها كانت حلوه، ما فيش شك ان الحان دلوقتي طبعا في حاجات حلوه طبعا كتير، بس دي بتبين ابداع الفنان وادائه المميز، وممكن كده تتسلطن فتعيد حته ايه الاغنيه اللي بتسلطنك قوي وتبقى مبسوط قوي وانت بتعزفها؟ يعني حاجات كتير قوي، مش عارف اقول لك ايه ولا ايه. ايه اللي على بالك اكتر حاجه ممكن تيجي في بالك؟ لا طبعا يعني انا مثلا طبعا بحب جدا يعني في ملحنين كتير طبعا العظام يعني في مصر، بحب ألحانهم طبعا. عبد الوهاب بحبه جدا، يعني من الحاجات اللي بتاعته اللي بحسها ان فيها فكره، فيها فكره لحن جديده. طبعا بليغ، صنباطي، كل الملحنين الكبار العظام يعني. ف طبعا اغاني ام كلثوم مثلا ليها طابع مميز جدا، عبد الحليم طبعا، يعني قصدي في طبعا حاجات كتير قوي بحبها، مش عارف. فوزي اخباره ايه؟ فوزي كمان الله جميل طبعا. سمعنا حاجه لفوزي. فوزي يلا بينا. Thank you.
حاجات قصيره كده. امتى بدات تفكر من ان انت اشتغلت سماعي بدات امتى تفكر بقى ان انا عاوز اتعلم عن نوتة والموضوع يكون بشكل اكاديمي؟ مش موضوع اكاديمي بقى، بس هو طبعا التكنيك الكمانجا موضوع كبير جدا وما بيخلصش، يعني انك تماستر او تتقن الكمانجا بقى اتقان اللي هو الليفل بتاع في تكنيكس كتير بقى وطنطنه قوس مش عارف ايه، وفي طبعا حاجات كتير قوي. فبدات الحقيقه وانا في ثانوي كده كان في زي كورس انتنسيف كمانجا جاي من بره، طبعا ما كانش ينفع ان انا اخد، يعني ما كانش في حاجه قدامي تانية. فسمعت عن الكورس ده، كان زي جامعه بره بتدرس هنا مصر، في ناس هنا بتدرس الكورس مكثف. ده وبتاخد الجريد بتاعه وبعدين بتمتحن. فاخدت سنه كامله درست مع مدرس كان لطيف جدا، ودرست بقى يعني تكنيكس كمانجا غربي. طبعا الغربي هو ده اللي بيأسس اللي قالت بتاعتهم يعني. احنا عندنا ربابة بس انا بحبها جدا، ربابة والعود طبعا. لا بحب ربابة جدا. يعني هي مثال مصغر من الكمانجا بس هي آلة، هي الأشبه ليها. جميلة جدا. طيب حريك غربي بتحب تعزف ايه؟ يعني ايه ممكن تسمعه لنا؟ طبعا زمان كنت بلعب كلاسيك طبعا، وعزفت في اوركسترا وكده، بس غربي بقى ممكن نلعب حاجات اولديز لطيفة. انا كنت في الحفلة بتاعتي الأخرانية عملت زي مقطوعة كده حطيت فيها كل الحاجات الميدلي، يعني ميدلي المقطوعات المشهورة قوي في الأولد جاز، وعملتها بالرق شرقي. اسمع بس طبعا مش هينفع، بس مش معلش المتاح يعني احنا ممكن نعمل لك الرق. لا صعب يعني عملنا، كان في أوتوم ليفز وبيزاي موتشو وبرهابس سوي. انا بحب بريهابس وسوي قوي. الله. وخدنا معاهم مش فاكر كان في واحده خمسه، المهم يعني هتيجي وانت بتعزف. تفتكر قصدي يعني انه وعملناهم بطابع شرقي. كان طبعا اتعمل قبل كده طبعا. اتعمل قبل كده بس احنا عملناه بطريقه لطيفه. يعني كان حلو قوي. فيعني ممكن ناخدهم كده لفه سريعه.
ماجيك تكنيك لفة بجد يعني يعني زي الاغنيه ما بتقول يعني ايوه كانت لطيفه جدا يعني التكنيك بيختلف من كمانجا لكمانجا يعني انا بشوف اشكال ليها ممكن تعرفنا على اشكال كمانجا واحد والكهرباء زي بنشوف كهرباء زي دلوقتي حاجه اتطورت قوي جدا نفس الصوت بيبقى نفس الصوت ولا دي ليها متعه خاصه لا طبعا الخشب الصندوق الصوت طبعا ليه متعه لان هو بيرن تخيل في جسمك كله يعني بتحس بيه بتحسه وممكن يخليك انت تعمل ما اعرفش ممكن نسميها ايه عرب ولا يعني يعني لا يعني ما اشبه فكره يعني اصلا انت ماسك حاجه خشب وليها صوت وبيفايبريت في جسمك طبعا ده حاجه مختلفه عن مجرد الاله مصمطه متوصله بجاك بس طبعا الاله الكهرباء ليها مميزات انك تحط عليها اصوات وتغير صوتها وتخليها صوتها مختلف زي فكره الاورج والبيانو مثلا نفس فكره الاورج والبيانو الطفل ممكن يتعلم الكمان وهو عنده سن كام مثلا هو المفروض من 4 سنين بس طبعا يعني بيتعلموا من 4 سنين بس بيكون اصغر من كده طبعا يعني هي ليها مقاسات يعني في مقاسات للاطفال هي في ربع وتمن ونص وتلات ارباع وده واحد كامل اللي هو 4×4 يسموه 4×4 في الرحلات حضرتك الخارجية ايه الاغاني المصرية او الاغاني الترابية اللي بتطلب منك انك تعزفها حتى لو انت مش حاططها في البروجرام بتاعك ما هو بره ما يعرفوش لا في ناس يعني مصريين مثلا بيبقوا حاضرين في اجانب عارفين عندهم أيوة. دراية بالمزيكا بص وانا يعني لما كنت بره كنا بنلعب كنت بحب قوي مقطوعة مصرية تعريف عبد الوهاب محمد عبد الوهاب اسمها عزيزة اسمها عارفينها؟ لا انا مش عارفه اسمها ممكن عزيزة ما تعرفهاش دي كانت بترقص عليها كان في فيلم يعني من هو اما اسمعها ممكن افتكرها ممكن الاسم مش احنا احنا نسمعها ونفتكرها كان زمان في الافلام دايما طبعا في فقره كده رقص شرقي في في الفيلم فدايما كان المؤلف عبد الوهاب او فوزي او كده يعمل مقطوعه للفنانه اللي هتكون في الفيلم ففي مقاطع كتيره جدا في التراث المصري يعني زي عزيزه هسمعها لك اكيد هنعرف اعتقد كارول سماحة خدتها وعملت عليها اغنيه هي اصلا هي مقطوعه موسيقيه ما فيهاش غنى بس هي عملتها اغنيه ركبت عليها الكلمات ركبت عليها كلام تقول ايه بقى
قفلتها غريبه شويه. بس احنا ممكن الفيلم جه في دماغي. ايوه لا ممكن الاسم بتاع المقطوعه الموسيقيه بيبقى غايب عن بالنا يعني بما اننا مش بارعين زي حضرتك. لا 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 خالص لا خالص. بس هو برضو يعني قراءة حضرتك للأشياء غيرنا يعني بالتأكيد المحترفين غير الناس يعني اللي بتسمع يعني. هو أنا عموما حبيت التراس بتاع المقطوعات البحتة اللي هي مزيكا بس يعني في أغاني طبعا في موسيقى بس فعبد الوهاب وبليغ وفريد وكل الموسيقيين المؤلفين والملحنين ألفوا حاجات زي مثلا مقدمه الاغنيه دي موسيقى بس حلوه قوي ده نص الاغنيه يعني نص الوقت كانت حلوه جدا وكان فيها مزيكا وكان الناس بتتبارى انها هتلاقي في سولو سولو كمانجا سولو جيتار سولو بيانو هو سولو ممكن اغنيه ما يبقاش فيها سولو كمانجا خالص بس حضرتك تعزفها وتاديها بشكل ولا تعدل عليها بقى ولا تعمل ايه يعني مش شرط يكون فيها سولو كمانجا طبعا مش كل الاغاني فيها دي مثلا اغنيه فيها سولو كمانجا صغير قوي بس يعني احنا بنعزفها بنترجمها يعني بنترجم انا حسيت وحضرتك بتعزف ان انا سامع فرقه يعني فريق كامل الات ودي مهاره يعني دي مهاره انا يعني طبعا بحاول مستمع. بحاول طبعا ان انا احسسكم بالايقاع انا حسيت الات تانية مع حضرتك وانت بتعزف يعني بحاول بس طبعا هي كمان جايه صوت واحد طبعا عارف احسن وصوت بيطرب القلب الحقيقه يعني وقت الكورونا الناس كانت قاعده ومفيش حاجه يعني بتمتعها غير المشاهدات التلفزيونيه او الاشياء اللي ممكن ترفع عنها حضرتك فكرت في فكره لطيفه كده انك تعمل بند او فريق يعزف ويوصل للناس اونلاين عملنا بقى كده طبعا كتير جدا وانا كنت بعزف لوحدي كنت بطلع لايف كل يوم او كل يومين يعني حسب كنت بعمل سكادجول كده وبقول للناس يا جماعه انا هطلع لايف يوم كذا والاقي ناس مستنيني وعملنا ده كتير جدا وكنا طبعا ساعات بنعمل يعني انا ومعايا حد تاني او جروب نعمل لايف وده كان بيبقى حلو قوي طبعا الكورونا كانت وقت طبعا يعني غريب شويه علينا على حياتنا بس فعلا هو طلع مننا حاجات كتيره جدا حلوه فنيه يعني وافكار انا شفت كمان مواهب كتيره جدا اونلاين ما كنتش شفتها قبل كده او في ناس ما كانتش بتعرف تعزف حاجات وتعلمت في الكورونا لقيت وقت كانت فرصه لطيفه ان الواحد يعمل يعني يركز في حياته وهو بيعمل ايه بالظبط بس كان فعلا على ذكر العزف وناس بتسمع الامتع بيكون وانت على مسرح عامل حفله مثلا والناس بتسمعك ولا ضمن فرقه موجوده او ضمن يعني جمل موسيقيه بيتم عزفها وتسجيلها يعني بس حضرتك يعني هو الحته دي فيها خلط شويه هو كل الحاجات طبعا كانها فرقه او مش فرقه او بعزف لوحدي او مش لوحدي بس هي الفكره ان طبعا مع جروب مع فريق بيبقى ممتع اكتر وكمان كل ما يكون الفريق فيه تجانس يعني لما بلعب مع اصحابي اللي انا فاهمهم وهم فاهميني امتى هتتسلطن فهتطول شويه بالسولو بتاعك بالظبط فلو انت بتعزف مع ناس ما تعرفهمش بتبقى شويه حذر وبتبقى يعني ستريكت قوي ماشي على النوته عشان ما تلخبطهمش او ما تلخبطوش او ما يلخبطوش لكن لما يكون في بينا اريحيه ان احنا نعدل ونعيد ونطول هنا ونعمل كده بتبقى حاجه ممتعه جدا انك بتلعب مع ناس بتحبهم يعني هم عارفينك وانت عارفهم عندك استعدادات خاصه قبل ما تطلع تعزف بتعملها ولا لا في اي مود انت بتنطلق زي ما انت شايفه كده يعني عندك كمان يعني هو ده مود الانطلاق ده حاجه جميله جدا يعني طيب ايه الحاجات اللي بتخليك وانت بتعزف ممكن تتسلطن قوي الوجود الجمهور زي ما احمد مكان بيقولك الجمهور انا كنت لسه عاوز يعني رد انا كنت بكلم حضرتك في الجزئيه دي تكمله مسرح وجمهور تكمله لسؤالك انه طبعا الجمهور بيفرق جدا مش بس بقى الجمهور الناس اللي متابعه يعني انا ببقى عندي حاسس بال ممكن الجمهور كله ما يبقاش مهتم قوي مش كله عجبهم الجمله دي بس في ناس معينه انا وانا ببص كده بحس ان في حد عنده شغف كده انه يبص وانه يسمع وبتاع ده ممكن ده اعيش عليه يعني الحفله كلها يعني هو ده اللي بلعب له المزيكا طب عايزين نسمع من حضرتك بقى حاجه كده لمصر ممكن تسمعنا ايه يعني الاغنيه دي بحبها طبعا
ميرسي يا مصر طبعا للفنانه شاديه الجميله. بنشكر حضرتك جدا استاذ عمرو درويش على المزيكا الحلوه وعلى الوقت الجميل اللي امتعتنا فيه واسعدت لنا يومنا بجد. شكرا. اليوم فعلا كان يوم اسعد بان احنا نختم مع حضرتك حلقتنا النهارده. شكرا ليك. بنشكرك جدا على وجودك معانا ويوم حضرتك سعيد ويومكم سعيد. ونسيبكم دلوقتي بقى تستكملوا يومكم بكل سعاده وانبساط بعد المزيكا الحلوه اللي سمعتوها معانا ومع ضيفنا استاذ عمرو درويش عازف الكمان. وبكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي استنونا ويوم سعيد. الى اللقاء.